جافيل. بتحس نايمة. أنا نستعمل إيك جافيل الجيل الجديد الأكثر فعالية، هو الوحيد اللي يقضي 100% على الميكروبات والجراثيم. آه يما، إيك جافيل ما كانش أحسن للتطهير. تقدر تربح برعاية آجل. آجل، الموعد عند كل غسيل. مساء الخير، مرحبا بكم في عزة تقدير. تقدير تقدير تقدير. هلا نبي رانا نبي دنا لومبيونس كون ستاد. فوالا انا فريز كي ما ستاد، سوف كو هنايا عندكم هدايا. سي خير من ستاد ولا لا؟ معايا الاخ ماهوش حاب يهضر بينا، انا نهضر معاه ورا روح هكا. او بليس ما يضحكش بزاف، سي بوسا اختاريت نجي لهنا. شفتو من البعيد، قينتو من البعيد، ما يضحكش. اسلامه الله يسلمك يا حبيبي. وشك صافا؟ لاباس الحمد لله. اسمك الله؟ يوسف. سلاس يوسف صافا؟ لاباس عينيك. الله، من جيت؟ سميزة محمدية. سميزة محمدية صافا؟ لاباس عينيك. اش بدك الحصة؟ صافا تربية. أي الحمد لله. دوك شوية هكذاك نتعشاو مازالش. ألو مساء الخير. مساء الخير وليدي. كي راكي الحاجة؟ الحمد لله. صافا؟ الحمد لله. اسمك الله؟ أنت كي اسمك؟ سعدة. سعدة. سعدة؟ إيه. آه سعدة. سعدة منين؟ من عين دفلاخ. عين السلطان. عين السلطان. اكزاكتومون. صح. جيتي تشجعي شكون؟ وليدي. جيت مع ولادي. ولادك الله يبارك لك. شكون ولادك؟ راه هنا ثاني كاين. هذا وليك. هذا وليدك ثاني. وهنا ثاني صافا. هيا سي بيان. حابه تشوفي الكادو؟ هيا ماذا بينا وري لهم. شوفي شوفي المطبخ شحال شباب. با 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 با. ها؟ كنتوا مشابين. الله يحفظك. الكوزينه شابه وي كيما حنا. وانتم ثاني جابين. الله راكي تشوفي هذا ليفي، هذا لومبلاسمون تحطي فيه الكوزينه، تشوفي المطبخ هذه والله العظيم ترتاحي. الطياب يجي بنين، والله الطياب يجي بنين الحاجه. الله راكي تشوفي هنا التيروار هذاك الخجر يعاود يرجع وحده. سي با لا بانكات عاودي ترجعيه، تجيب لي حاجه عاودي قيسيه يرجع وحده، ما يتكسرش. عندك ثاني هذا الفرن. يعني فو لا طاب دو كويسون لا اوت باش تجيب البخار وفيها ميم تريسيتي باش تقدري طيبي بها ما تغلطيش من تزيدي الملح ما تزيديش بزاف هذا مكان فوالا هاكي تشوفي لامورتيسور هاكي تشوف لامورتيسور خويا يعاود يطلع وحده فوالا يهود وحده يعاود يطلع وحده لامورتيسور كيما تاع الطونوبيل هذه المطبخ نقول السياره لا لا هذا المطبخ من عند انتي كويزين يعطي الخير محلات موجوده في وهران في مستغانم في بعض من المدن القسنطينه في عين الدفله بلا ما ننساو زي العاصمه anticuisine.com اكثر تفاصيل على موقعها الالكتروني بلا ما ننساو بلي هذه الهديه نحالها شويه في السعر يا يوسف حطوا لها شويه في السومه وي جوستمون باش هكاك تكون هكا هذه بور لا بار دوك الفري ياك ما تخلصوا والو نتوما مي السعر تاعها نورمالمون 33 نقصوا منها شويه ولا 29 مليون و800 فوالا نقصوا لها بلاصه 3 ملايين هيا صافا عجبتكم الحمد لله مي سي با فين يوسف على بالي انت على بالك بالكوزينه كوزينه خطيك صح ولا لا؟ نعم تعرف طيب؟ نعم نو ميم با تغسل الموعن ممنوع امبوسيبل امبوسيبل شفتي الحاجه؟ كاين لا اه انت ثاني الحاجه دربي ولادك شويه تعلموا يغسلوا الموعن هم اللي كانوا صغار وكان دربتيهم على السياق على تغسل الموعن كانوا يغسلوا من بعد يوسف ما دربوش على هذا الشيء صحيح انت ولادك يغسلوا الموعن؟ لا ما يغسلوش اي باسكو تخليهمش انت تحافظي عليهم اه قريتهم قريتيهم على الموعن ولا على القرايه انا قريتهم على القرايه مش مساك قريتيهم شويه على الموعن ايا وين هما اللي ليهم تفضل الموعن بلا واش شويه عاون الحاجه كلش طايح عليك انت نساهم يخدموا وصح هادو حتى حتى يتزوجوا او اللي ما يتزوج كيف ديت لازم تجيبي له وحده برك تغسل الموعن لا تاع الحاجه الحاجه هذا شوفي هذا هذا بيترا الو البيترا هذا تخلطي فيه كلش الا كي باغي ديري كشريبه كاش كلش كلش يخلط وهذاك بولي بيتري باش تعجني فوالا وهاد لا فريتوز الحاجه حاجه مليحه فيها ما فيهاش زيت هذيك ما فيها حتى زيت ميم با مغرف والله العظيم ميم با مغرف طيب البطاطا وطيب ماشي غير البطاطا كاين ميم ليف دو كويسون داخل وهذيك راك تشوف ديرها قاروره هذيك اللي بدتها هذاك كويزر هومكر يخلط كلش الا كي باغي ديري كاش طويجنه كاش لاخر لا ما يحرقها راك تشوفي تريقلي الاخر هو يتريقلها وحده يتريقلها التمبيراتور يقلي كلش ومين توجد الماكله ما يحرقهاش يصوني لك يقول لك هيا 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 تاكلوا فوالا
ايوا هذا تاع لي جون الحاجه، راك تشوفي التليفون هذاك تبرونشي تماك يخرج لك الموسيقى من لي بار بلا الخيوط، بلا الخيوط. لا لا ماشي في الكوزينه، تحطي واحد في الكوزينه الا بغيتي باش تسمعي شويه تلفزيون. واش راك تضحك نتايا؟ ديرو في الكوزينه واش دير بيه؟ طيب بيه؟ لا هذاك تسمع بيه الصون، يعني تحطيه في التليفزيون قدام التلفزيون تاعك، ولا تحطي باف واحد باش تسمعي، باش اون سي جامي تسمعي حسن تقدر تربح، راح تبدا تسمعي جينيريك تجي تجري. تقولي في كل يوم نستغلوها كل يوم، هيا خلاص حنا ثاني نستغلوكم كل يوم والله نستغلوه. الله صافا نتايا؟ والله لا باس. الله بيا حبيت تشوف طوموبيل تاعك. لا بيك لازم سير خلاص. هيا وريها هذه السيارة اكسنت ار بي جات من عند هونداي، هونداي تعرفوا سي لا كوري دي سيد، تجيب لكم الطوموبيلات غير شابين فوالا. اما لا ما تنساوش بلي هذه السيارة ديزل ار بي 1.6 ديزل، حاجة سهلة تربحوا هذا مكان 1,524,000 دينار فوالا. ميرسي يا احلام فوالا. دونك قلنا مبلغ الهدايا راك تعرفين سيد، ما قلتش الساعة تاع هذاك اللي شفتيهم تاع الكتروميناجي من عند فيليبس يدير 21 مليون واو، وهذا يدير 150 مليون، وهذه الكوزينه دير 28,900,000. مبلغ اليوم 2,039,909 دينار، هذا هو السعر تاع اليوم ان شاء الله. هيا ما نفطرش عليكم، نرجع بعد قليل المرحله الاولى حدد سعرك. بون اتوندون نسقسي برك السي يوسف الى مولف يتبع الحصه يعرف رقم تاع الاس ام اس اللي نصحه اذا كان هو في الدار حبيت تشارك كيف دير 66 0 17. فوالا 66 0 17. اول حاجه تعرفوا ثاني هيا شوفوا الهديه تاعكم، نرجع بعد قليل حدد سعرك تقدر تربح. هيا اجل الموعد عند كل غسيل. تقدر تربح، تعطيكم الفرصة باش تفوزوا بهذه العمرة لشخصين في اي بي 5 نجوم في فندق الرائع موفنبيك بمكة المكرمة لمدة 15 يوم، ومع التنقل في سيارة فخمة ليموزين. نعم سمعتم مليح، هذه العمرة تهديها لكم نجاح ترافل، أول وكالة والمختصة الوحيدة في الحج والعمرة في اي بي. ما تنسوش مع النجاح تسافر دايما مرتاح. باش تكونوا ضمن الفائزين ارسل كلمة عمرة على 66 0 17 وعمرة مقبولة. تقدر تربح.com هذا هو لو سيت انترنت تاعنا اللي لازم تسجلوا روحكم فيه، سي با لا بان. خطرة تلاقيت مع واحد قال لي الو عطينا النيميرو نسجلوا روحنا، لا سجلوا هاك على تقدر تربح.com وحط صورة برك، تروح للسيبر إذا ما عندكش لا كونيكسيون وتحط الصورة تاعك وتعمل لو فورمولير، هذا هو المطلوب. نحييو الاخ سفيان من قلمه بزاف بزاف. سي سفيان مرحبا بك. صافا تري بيان. مرحبا بك انت سيدي. يعيش. انت اللي جيت عندنا ولا انا جيت عندك؟ صافا سفيان. صافا ولا لا؟ حنا ندخلوا كاع في البيوت كل يوم. كل يوم رانا ضياف عند كل واحد. ان شاء الله ان شاء الله. صافا سي سفيان. صافا ولا تري. الو المهنه تاعك واش دير؟ جو سوي شيف سيرفيس على كناس. لا؟ لا كناس. لا كناس. صحة. لا كناس. صافا لا كناس. صافا ماشي مليح؟ لاباس. رومبورسمون ماشي؟ ماشي تري بيان. اي بيان. تفضل سي سفيان. ميرسي. اي نهارك مبروك. شكون السويفون؟ محمد. صافا سي محمد. صحتك بيان؟ لاباس الحمد لله. عفوا. لاباس ان شاء الله. بيان. وي. الو سي محمد واش دير؟ استاذ تعليم ثانوي. اي مادة؟ تكنولوجيا ان شاء الله. تكنولوجيا ان شاء الله. راك اونسيان؟ شوية. لا روتريت مازال؟ قريب شوية. شحال باقي لك؟ واحد خمسة ولا هذا ما كان؟ تفوت تمتم إن شاء الله. تفضل سي محمد. بارك الله فيك. ناس الشرشال. وريز إيمان، حيوا إيمان. صافا إيمان؟ لاباس. كي راكي أختي؟ الحمد لله. صحتك بيان؟ لاباس. أيا فرحانين. رانا حنا كامل هنا فرحانين بك. عايشك. وسيرتو اللي راهم يشوفوا فيك. اللي راهم ساكنين حداك. وين تسكني؟ بلدية الدرعان ولاية الطارف. ولاية؟ الطارف. حيوا الناس الطارف. صافا الحمد لله. ناس الطارف يا يا سلام. والبلديه كيسموها؟ بلديه الدرعان. الدرعان اول مره يجينا واحد من الدرعان افرحي وزغرتي. نورمالمون جيرانك علمتيهم ولا لا؟ علمتهم وفرحانين وبلغوني سلامات ليكم بالاخص ليك سيد احمد يحبوك برشا. لا 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 يا سلام برشا برشا. انتم تاع تونس؟ لا لا في حدود حدود تونس. برشا 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 برشا. شكرا يا ايمان. عايش. هيا خلاص تكين عليك.
و اونفان خلينا لو ميور بور لا فان سي امين. تفضل سي امين. واش راك سي امين؟ لاباس الحمد لله. لاباس راك كونفورم؟ لاباس بيان. واش دير سي امين؟ انجينيور ديتا اون انفورماتيك. اون انفورماتيك اعلام الي ما يخفلوش. هو سي ان بروفيسيونيل هكا قالوا لي مكتوبه هنا سي ان بروفيسيونيل في الاعلام خدام. وي سي نورمال لي بروفيسيونيل توجور يسيبوا خدمه. استخدم صافي لونتون؟ صافي 3 ans. 3 ans لا باي مليحه؟ مليحه شويه الحمد لله. الحمد لله. لازم تكون اكثر. ان شاء الله مزوج. مازال ما درتش العرس قريب ان شاء الله. لي نوفو ماريي مرحبا بكم. انا قلتها هذه الحصه مديوره لي نوفو ماريي لي زونسيان ماريي اللي عندهم برنامج تاع الزواج كحتى مشكل. مرحبا بك. ام ناوي تزوج هذا العام؟ ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. زير السنتورتين. لازم. كوكو انا قريب نبداو. هذه هي نسرين اللي مولفين تشوفوها كل يوم. والله العظيم راهي هنا تحسب واش المنتوجات اللي غادي تحطوها في الشاريو. ورينا الشاريو تاعنا راك بلي ما شفتش حصص ديجا فيهم شاريو. حنا الاولين 9000. اب 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 يا امين هذا سي ان بون انترينمون للزواج. كيفاش تقضي 10 و 9838 دينار؟ هذا واش مطلوب؟ ماشي 900 ميل يعني 9838. حطوا 10 في الشاريو تاعكم يا محمد. 10 ماشي قل من 10. 1 2 3 اي با با با. هذيك الجريه يا امين. خموس عليك خموس عليك وليدي. هيا ديما نجري شويه. قلنا 10 درك غير في واحد. اجري. هذه هي. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. وبعثت مقاما محمودا الذي وعدته. زوج جو ثلاثة فرماج حليب فرماج وحدة حليب وحدة
فورماج واحد اخر. واخيرا هذه لا مالات تاع واحد بيرسوز لا بيرسوز فيكوز وي ميرسي. اي نقرا نحاول شو راه ميرسي يا حلم. اقعدي منا قولي لي شكون يجي الاول. ايمان هي الاولى. برافو عليك ايمان. 1 2 3 4 5 6 7 سبعة. واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة على مكان. ها محمد قدام أو فهم محمد. زوج عصير تاع 70 دينار. اه باب باب يا محمد وين نروحوا؟ كل ناس هو وراه مخير 5350. الناس زوج كيف كيف لا. واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة. إيه وي لو موديل ماشي كيف كيف عندك الحق. لو موديل ماشي كيف كيف وي. أنت 8700 ما شاء الله ما شاء الله. أبا هو الأول. حطونا النتيجة. ثلاثة لأمين زوج لمحمد سفيان واحد وإيمان صفر. توماج الله 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 الجيران غادي يزعفوا. ما يزعفوش عليا ياك ايمان يزعفوا عليك انت ماشي انا يلا لا فوت ماشي انا انت اللي ما حسبتيش بيا اه وي ولازم تبرنوا. هذه هي المرحله قبل الاسئله. شكرا نسرين توري لكم هنا الهديه تاعكم يا ايمان. هذا الهاتف نقال سي تان سمارت فون يا سفيان. هذا سمارت فون فيه بلوتوث فيه كاميرا فيه اباري فوتو بيان سور سي اندرويد دونك تقدر تجول به على انترنت تحكم صور مهدات من عند هواوي يعطيه الخير Y210. شكرا لكم للمشاركة يا صوفيا. إيمان ومحمد تلقى بكم بعد قليل المرحلة الجاية. الأسئلة أنت وزهرك مع الأسئلة تقدر تربح. أجل الموعد عند كل غسيل. تقدر تربح تعطيكم الفرصة باش تفوزوا بهذه العمرة لشخصين في اي بي خمس نجوم في فندق الرائع موفنبيك بمكة المكرمة لمدة 15 يوم ومع التنقل في سيارة فخمة ليموزين. نعم سمعتم مليح هذه العمرة تهديها لكم نجاح ترافل أول وكالة والمختصة الوحيدة في الحج والعمرة في اي بي. ما تنسوش مع النجاح تسافر دايما مرتاح. باش تكونوا ضمن الفائزين ارسل كلمة عمرة على 66017 وعمر مقبولة. معنا عالم النبات سينما تاريخ الجزائر أطباق عالمية رياضة مناطق جزائرية. وش تختار؟ عالم النبات. عالم النبات. والسؤال في أي فصل نجد فاكهة التوت؟ هل في الصيف؟ هل في الخريف؟ ولا هل في الشتاء؟ شتاء. استنى شويه صاحبي مازال تعرف التوت؟ عندك فكره واضحه؟ توت نعرفه يجي في الشتاء؟ الفاكهه باش تجي في الصيف لا؟ معليش هيا قلت واش قلت؟ شتاء؟ صيف. قلت صيف. صيف ولا شتاء ولا الخريف هيا خف في الصيف. في الصيف والإجابة هي في الشتاء. سقسيناك لا في الصيف ولا في الشتاء ولا في الخريف انت اللي بدلت. أمين مناطق جزائرية. مناطق جزائرية. والسؤال في أي ولاية جزائرية توجد بلدية حمام الرغاية؟ حمام ريغة عفوا حمام الرغاية حمام ريغة معروف. اسكو في عين دفله حمام ديجا فيه؟ ايه بليزيور بليزيور فوا ان بليس خلاص تلمسان ولا في ولايه معسكر؟ الجواب الأول عين دفلة. عين دفلة والإجابة هي أمين. تفضل اختيار.
تاريخ الجزائر. تاريخ الجزائر. سؤال: من هو قائد الولاية التاريخية الثالثة أثناء الثورة؟ شكون؟ هل هو مصطفى بن بلعيد؟ اقتراح الثاني ديدوش مراد، وثالثا عبد الرحمن ميرا. الإجابة الأولى مصطفى بن بلعيد. مصطفى بن بلعيد هو الإجابة. عبد الرحمن ميرا. 7 لمحمد، 3 لأمين. السؤال والمجال. خلي رياضة إن شاء الله. رياضة. دولة من هذه الدول لم تتحصل على كأس العالم. هل هي الأوروغواي؟ هل هي إنجلترا؟ ولا أخيرا هل هي المكسيك؟ أقول الجواب 3 المكسيك. المكسيك والإجابة. بلعب برافو. هيا شوفوا النتيجة. أمين محمد 12 وأمين 3. ما يكفيش باش تكمل معنا مشوار. دوماج يا أمين، كنا متمنين معنا تريح معنا، مي للأسف محمد كان شوية رابيد وكان ليه الزهر في الأسئلة دي، باسكو المرحلة يسموها أنت وزهرك. أي رغم هذا الشيء غادي يستفاد من هالهدية Y520 هو الموديل تاع هاتف نقال دوبل بيس مهدات من عند هواوي ثوازيام كونستركتور مونديال. شوفوا الهدية نظن بلي غادي تعجبك سي أمين، ونشكرك على المشاركة تاعك. أما سي محمد يبقى معنا، والمرحلة اللي جاية مرحلة المفتاح في يدك، يعني 4 أسئلة غادي تكون في مستوى شوية أعلى، والمشاهد الكريم راهو متشوق يدرى هل محمد غادي يربح ولا لا. تعرفوا لا سويت، ابقوا معنا نحيي سي محمد. أجل الموعد عند كل غسيل. تقدر تربح، تعطيكم الفرصة باش تفوزوا بهذه العمرة لشخصين VIP 5 نجوم في فندق الرائع موفنبيك بمكة المكرمة لمدة 15 يوم، ومع التنقل في سيارة فخمة ليموزين. نعم سمعتم ليح، هذه العمرة تهديها لكم نجاح ترافل، أول وكالة والمختصة الوحيدة في الحج والعمرة VIP. ما تنسوش مع النجاح تسافر دايما مرتاح. باش تكونوا ضمن الفائزين ارسل كلمة عمرة على 66017 وعمرة مقبولة. خويا محمد شوف الهدية الأولى، تفضل هاي ليك. يا سلام هذا المطبخ المجهز. نعم سيتي كويزين إيكيبي مدام، تفرح بك يا محمد، والله العظيم تفرح بك. نقول لك يا ولدي رحت اليوم صباح وجبت لنا اليوم هدية شابة، شوف اللون تاعها يسخن، والله يسخن. فيها لا بلاك دو كويسون لا اوت، بلا ما ننساو الفرن ليفي، كاين اكثر من 3 متر 3 مترات طول هذا المطبخ بكل الاكسسوار اللي موجودين هنا. انتي كويزين محلات موجوده عبر الوطن، اكثر تفاصيل على antikuisine.com. هذه الهديه قيمتها 29 مليون و800. ما زال الهدايا، ما زال الهدايا، وعندك هديه واحده اخرى. نعم هذه الادوات الكهرومنزليه يعني للالكتروميناج. انتم تحبوا الالكتروميناج، مدام تحب الالكتروميناج، ما مونسيو نخافوا له الجيب. هذه جوده عاليه مدام، سي دي فيليبس ماشي تايوان محمد، سي لا مارك اوفيسيال في الجزائر ناسيونال تكنولوجي، يعني بلا غارونتي بكلش. عندك ثاني هذه لا فريتوز ولا زيت، ما فيها حتى قطره زيت تحط فيها باش دير لي فريت، وفيها مام ان كاتالوج اللي تقدر تشوف فيه لي غوسيت اللي تقدر تستعملها باش تسيي هاد لاباري. بو كاين تاني هاد النيتواير، النيتواير هذا سي تان كويزور هوم كوكر، يميلونج كلش يا خويا كاع لي زاليمون يخلطهم، وديك سي بري عيط لك ديجيتال يقول لك محمد هيا خويا هاك طولت روح تعشى. عندك تاني هذا لو دوكينغ سبيكر تكنولوجي، هذا سي ساوند سفير سين سونور
تكنولوجي فول ساوند، انت تعرف مادام في التكنولوجيا هذا تبرونشي فيه مام الهاتف نقال تاعك تسمع وايرلس، هادير بلا خيط، وتقدر تبرونشي مام الديمو تاعك الى عندك ديمو واي فاي يبرونشي معاه باش تسمع على تلفزيون كيما يلزم. هذه الهدايا من عند ناسيونال تكنولوجي وفيليبس قيمتها 21 مليون و700، فالمبلغ راه يبان. واخيرا السياره، هذه السياره اقتصاديه وبويسونت، فيها 6 تاع لي فيتيس توريها لك احلام. نعم فيها، شوف شحال شابه لي زونتي برويا، فيها لي فيتري الكتريك ديريكسيون اسيستي، فيها لي كلينيوطون، شفت لي راهم يبانوا في الريترو فيزور، سي اون اوبسيون. هذه السياره 6 تاع لي فيتيس هونداي، السعر تاعها احلام يبان على الشاشه شحال، 1,524,000 دينار. هيا الاسئله كاينين ربعه يا محمد، اربع اسئله، كات كيستيون، هذا ما كان كات كيستيون، والسياره راهي ليك، ما نزيدوش لها بلوك، ما نعطولك حتى سؤال، تسمى ثلاثه تاع الساع وربعه تاع دركا صافي سبعه، هذا ما كان سبعه وطنوبيل في جيبك ان شاء الله. السؤال الاول، السؤال الاول اذا جاوبت عليه نعطولك دو بي دافيون تروح بهم الى تونس مع اير الجيري، دو بي دافيون. السؤال الثاني فيليبس اللي شدها وناسيونال تكنولوجي. السؤال الثالث انتي كويزين، ورابعا السياره. جاهز يا محمد؟ ان شاء الله. جوكر انت تستعمله وقت ما حبيت، يعني قبل ما نعطيك الاقتراحات تقول يب ستوب، اعطيني جوكر. داكور تفضل. السؤال، من بين هذه الدول ما هي اخر دوله انضمت الى دول الكومنولث؟ محمد كملوا ولا تستعمل؟ خلي نستعملوا. استعمل ولا لا؟ استعملوا استعملوا استعمل. الاقتراح الاول هل هي غانا؟ الاقتراح الثاني نهضروا على الكومنولث، استراليا، ثالثا تنزانيا وبنغلاديش. كومن ويلث يعني تابعه لانجلترا. واش قال الجوكر؟ شكون الجوكر تعرفوا عليه الاخ الكريم؟ كي سموه؟ كي سموه؟ سعيد. الا سي سعيد؟ واش راك سي سعيد؟ لا لاباس صحتك بيان؟ الحمد لله. انت الزميل تاعو؟ زميل. دونك تاع مدرس في اي ماده؟ في اي ماده؟ نفس الماده. نفس الماده تكنولوجيا. لو كان جبت واحد تاريخ. هيا اعطينا الاجابه تاعك. ما عنديش اجابه. هيا الاجابه محمد عنده الحق، سعر به اني معاه، وانا نشجع الناس اللي ما عندهمش الاجابه في الجوكر يخلي المتنافس يسلك روحه باش هكذاك ما يكونش فيه سوء تفاهم، وصلت ديجا في الحسد. محمد واش قال؟ على بركة الله. السؤال الجواب رقم ثلاثة. رقم ثلاثة تنزانيا هي آخر دولة انضمت للكومنولث، يعني تابعة لبريطانيا. واش مشي أستراليا؟ داخلة في الكومنولث ولا لا؟ ممكن يدي. والإجابة البنغلاديش، هي اخر دوله انضمت للكومنولث، وصح استراليا تابعه للكومنولث مي ماهيش هي الاخيره اللي انضمت للكومنولث. للاسف محمد انتهت المرحله ليك، واستفدت من هذه الهديه وهي تذكره واحده ان بي دافيون. لو كان جاوبت على الاول كان عندك زوج، جاوبت على النص نعطوك واحد. بفضل اير الجزائرية الخطوط الجوية الجزائرية تسافر إلى تونس. شكرا لك يا محمد على المشاركة تاعك، يعطيك الصحة. بارك الله فيك. يا يا محمد تفضل. تفضل زميل الزميل تاعك راهو هنا. زميل زميل سعيد. لو كان جبت واحد في الاسم في التاريخ باش هكذاك دير واحد في التاريخ وواحد في التكنولوجيا، هذا هو اللي سجلك باينة. لا 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 ل
اي هذا هو جنوب والمدام اي هي المدام مروحي مدام الكوزينه ولا تسخف أيه. والله تسخف الكوزينه العائله راهي قاعده هنا محمد أيه. كلمه اخيره يعني شيء مدام تفضلي تفضلي يا مدام مدام تفضلي يا مدام هيا سي محمد تفضل نشكر اللي قايمين بالحصه كامل الله يحفظك والبيبليك خاصه يعني بيبليك ما شاء الله ما شاء الله صح صح يعني وجنود الخفاء العمال كان الله يبارك يعني الله يبارك قايمين بها وما شاء الله يعني الله يحفظك شكرا يا محمد شكرا للزميل شكرا للناس اللي رافقوك اليوم باش يشجعوك وانا نشجع البيبليك اللي يجي يشجع نشجعوا البيبليك اللي يجي كيفاش نشجعوهم نعطوهم هديه نظن باللي احنا رانا واحدين نعطيو البيبليك نعطيو له هديه واحد منهم الاسم راح يبان على شاشه غادي يستفاد من هالهديه الشابه وهي هذا السمارت فون من عند هواوي يعطيه الخير شكرا للبيبليك الاسم تاعو والعنوان افا العنوان الولايه راح يبان على شاشه يعطيكم الصحه واش نقول لكم شهيه طيبه متابعه كامله على قناه التلفزيون الجزائري ونلتقي غدا ان شاء الله مع متنافسين واحد اخرين كما خونا محمد يسجل روحه على تقدر تربح .com مع السلامه باي باي خلوا في وحدكم هذا البرنامج قدم لكم برعايه ادم ادم الموعد عند كل غسيل صباح الخير يما علاش قيتي روحك بهذا الشيء كامل نسيتي الحاله اللي راكي فيها يا بنتي يعني لازم تردي بالك بزاف على النظافه يا بنتي كما تعرفي الميكروبات ينتشروا في كل مكان انا بها جبت معايا ما جافيل صح اسمي يما انا نستعمل اكجافيل الجيل الجديد الاكثر فعاليه هو الوحيد اللي يقضي 100% على الميكروبات والجراثيم اه يما اكجافيل ما كانش احسن للتطهير تقدر تربح تعطيكم الفرصة باش تفوزوا بهذه العمرة لشخصين VIP 5 نجوم في فندق الرائع موفنبيك بمكة المكرمة لمدة 15 يوم ومع التنقل في سيارة فخمة ليموزين نعم سمعتم ليح هذه العمرة تهديها لكم نجاح ترافل أول وكالة والمختصة الوحيدة في الحج والعمرة VIP ما تنسوش مع النجاح تسافر دايما مرتاح باش تكونوا ضمن الفائزين ارسل كلمة عمرة على 66017 وعمر مقبولة تابعوا ما أريدوا برنامج خلف الصورة أريدوا ديما معكم أولين 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 واحد النهار كنا في قرية مشونش ببسكرة وهذه المنطقة معروفة بالكالم والمناظر الخلابة وحنا نتجولوا فيها شفت شيخ الصنارة ويصيد بقيت نشوف فيها ماما وتفاجأت بالصبر اللي عنده باللي رايح يصيد قوت يومه حتى لو كانت سيادة هواية ليه ألور خذيته في تصويرة سميت لفوتو تاعي بصبر وتفاؤل منصر عبد القادر كريم تقني سامي في الإعلام الآلي مصور تابعتم مع أريدو برنامج خلف الصورة أريدو ديما معكم هذا الكتاب بأن الجزائريين
أحفاد المبعدين إلى كالدون كما يطلقون على كاليدونيا الجديدة إثر انتفاضة المقرانية سنة 1871، قد بدأوا يطرحون خلال السنوات الأخيرة الأسئلة العميقة والجدية والحقيقية إزاء هويتهم. البحث عن الجذور وربط الصلة بهذه الجذور والحصول على إجابات على الأسئلة التي ظلت تؤرقهم وسلفهم طيلة حياتهم. يعود هذا الكتاب إلى الأسباب السياسية ثم الاجتماعية والعائلية الضيقة التي كانت وراء جعل قضية المبعدين إلى كاليدونيا الجديدة قضية مسكوتا عنها. يقدم الكتاب قراءة لانتفاضة 1871 أو انتفاضة آل المقرانية بمنطقة القبائل، التي يقول عنها إنها نتيجة سلسلة من الإحباطات والفرص الضائعة ونهب الممتلكات وإنكار الحقوق الأساسية على شعب كان يتطلع للعيش بكرامة وتحت لواء الحرية والسلام. يعرج هذا الكتاب في سردية مشوقة على بعض مناحي حياة هؤلاء المبعدين، ويصف خوفهم وفرحهم وقوتهم ووقوفهم في وجه الموت، كما يصف معالم الهوية الجزائرية في تلك البلاد البعيدة: نخلة مزروعة وسط المقبرة ومتوجهة إلى القبلة، مسجد تم بناؤه حسب النمط الهندسي الموريسكي، والفانتازيا الفروسية بروح جزائرية جميلة وأصيلة ومحملة بقيم المحبة والتآخي والسلام. معالي وزير الشباب وبالشراكة مع أريدو، أنتم مدعوون إلى قرية التسلية بساحة الترفيه للحمة، وهذا من 26 مارس إلى 29 جوان 2015 لاكتشاف فضاءات الترفيه والثقافة للأطفال والمراهقين، الجمعة من 10 إلى 7 مساءً، الثلاثاء والسبت من 1 زوالاً إلى 7 مساءً، فكونوا في الموعد. الأطفال في قلب الترفيه. Sure we get it done.
الهادئ المصنعة بتكنولوجيا ثلاثية الأبعاد تحتوي